هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر ولخبر آخر، هنتكلم فيه عن حاجة يعني ربنا يحفظنا جميعا لكنها وارد أن هي تحصل، وهي الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم. ممكن ده يكون ليه أسباب كثيرة جدا، ممكن منها تكون أسباب مؤقتة لأسباب وقتية أو لسبب مرضي بيعاني منه البعض. بيعتبر ضغط الدم من أخطر الأمراض اللي ممكن بتسبب مشكلات يمكن تصل حتى إلى القلب والدماغ والسكتات والجلطات لا قدر الله، ربنا يحفظنا جميعا. بيحتاج كل واحد مننا أن هو يتابع ضغط دمه، لأن الكثير من العوامل ممكن تتحكم في ارتفاعاته الشديدة، يمكن يكون من أهمها هي العوامل النفسية والعوامل طبعا المرضية الأخرى. كمان بيرتبط ببعض الأمراض المزمنة الأخرى اللي بتؤثر على مستوياته زي مرض السكري على سبيل المثال. ارتفاع ضغط الدم كمان ليه الكثير من الأسباب غير الشائعة اللي ممكن تصيب بعض الأصحاء. هذا الارتفاع بيكون مؤقت أو ممكن كمان يكون وفقا للحالة وعمر الحالة وطبيعة العوامل اللي أثرت في هذا الارتفاع المفاجئ. طيب خلينا نعرف ليه ممكن يرتفع ضغط الدم فجأة، إيه أسباب ارتفاع ضغط الدم المؤقت، من خلال ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة. صباح الخير على حضرتك دكتور عبد اللطيف. يا صباح الفل يا باسم، ازيك؟ اهلا بحضرتك، منورنا في هذا الصباح. انت اشتغلت دكتور في التقرير بتاعك جميل. بنحاول نجتهد يا دكتور. خليني ازود حاجه بسيطه جميله، يعني هي مش جميله، حاجه خطيره شويه. يعني خليني اقول لك ان تقريبا لو عرفتوا معايا دلوقتي ان حوالي 1.5 مليار واحد من العالم مصابين بفرط ضغط الدم او اضطراب ارتفاع ضغط الدم، يعني رقم خطير جدا، لانه 1.3 من 10 من البالغين فوق 30 سنه، ولو جبنا الصغيرين يعني هيبقى 1.5 مليار واحد مصابين بضغط الدم. المشكلة ان الغالبية العظمى منهم حوالي 70% من البلاد النامية، وبالتالي ما بيعثروش على العلاج والتشخيص السليم. اخطر حاجة في الموضوع ده يا استاذ باسم، عشان كده بعض المؤسسات العلمية العالمية بتسمي ضغط الدم او ارتفاع ضغط الدم بتسميه القاتل الصامت. تخيل ليه بقى القاتل الصامت؟ لأنه حوالي نصف المصابين بهذا المرض، وكرر 46% بالتحديد من اللي عندهم ارتفاع ضغط ما يعرفش ان عنده ارتفاع ضغط. الله، ما ياخدش باله غير متأخر جدا. بالضبط يا باسم، دي مشكلة جدا، لأنه ما تقولي نص الناس عايشة بضغط عالي وما تعرفش ان عندها ارتفاع ضغط، بالتالي مش هياخد إجراءات تشخيص ولا هياخد علاج. عشان طيب. كده دايما بنقول ان الوقاية هي الحل والعلاج هو الحل. طيب خليني اصبح عليك الاول دكتور عبد اللطيف استاذ الصحة العامة. كنت عايزة اسألك في البداية، ضغط الدم المرتفع بيكون بيحصل ازاي في جسم الانسان، بيحصل ازاي؟ اقول لك يا لميان، صباح الفل الاول. ضغط الدم يعني تعرفي حضرتك لما واحد باسك، هبسطها جدا للسادة المشاهدين، واحد بيسقي الجنينة بتاعته وماسك خرطوم المية، ومرة واحدة راح المية ابنه او راحت الضغط الدم بقى شديد جدا بتاع المية، الخرطوم هيحصل ايه؟ هيتمدد حبة في حبة، وحبة في حبة قد يضعف الجدار بتاع الخرطوم لو اتكررت مرة واثنين وثلاثة، والعياذ بالله قد الخرطوم نفسه قد ينفجر اللي بيسقي فيه الجنينة. ده زي الشرايين، تعبير بسيط زي اللي بيحصل للشرايين، كل ما مثلا يحصل أثيروسكلروزيس أو اللي هو الدهود اللي بتقفل الشرايين أو تضيق المجرى بتاع الشريان، يجي الدم القلب علشان عايز يتغلب على الضيق بتاع الشريان، يقوم القلب بيشتغل، عضلة القلب بتشتغل أكتر وبتضخ القلب بصعوبة شوية، وبالتالي يحصل لها هايبرتروفي أو تضخم، وهكذا دواليك زي ما بيقولوا علماء اللغة العربية، بتحصل على طول، القلب يشتغل أكتر، يضخ دم بصعوبة أكتر، يبدأ بعد كده يشتغل أكتر ويضخ دم أقل، فيرتفع ضغط الدم العادي اللي احنا دايما بنحفظه وعايزين نحافظ عليه اللي هو 120/80، يبدا بقى يرتفع تدريجيا من ال 120/80 لغايه ما يوصل الى الدرجه الرابعه اللي بتزيد على 180 الى 90 او 110. تمام، بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه. معلومات مهمة جدا وقيمة جدا، هو موضوع فعلا حيوي ومهم جدا ان احنا ناخد بالنا، لانه حتى العامل النفسي والسلوكيات الاخرى ممكن زي في الاكل برضو تأثر بشكل كبير على ارتفاع ضغط الدم. وقال كمان العوامل النفسية ليها دور كبير جدا في ارتفاع ضغط الدم، سواء بشكل دائم بقى او مؤقت على حسب الحالة النفسية. حي.